من عمق ظلام الليل تأتي أنوار السماوات، من حزن صليب العار تأتي أفراح القيامات، ومن قلب تجربة الحياة تولد التأملات. أعزائي المستمعين، معنا دلوقتي مع حلقة جديدة مع برنامجكم تأملات مانو في إذاعة أقباط العالم. بسم الله والاب والروح القدس ادعى الواحد امين. حلو يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ في حلقة هذا الاسبوع عايز اتكلم عن ما هو معنى الانسان المسيحي الحقيقي. ايه معنى ان الانسان ده حقيقي؟ هل يا ترى الانسان المسيحي الحقيقي هو اللي بيروح الكنيسة كل اسبوع يتناول، سواء كان يوم حد او كان يوم جمعة حسب اجازتكم، وبيصوم كل الصيامات وحافظ كل الصلوات ومقيم على كل طقوس الصوم وطقوس وتقاليد الكنيسة، واللي بيهتم ان هو فعلا يروح يكون موجود اسبوعيا في الكنيسة؟ هل يا ترى هذا هو الانسان الانسان المسيحي الحقيقي اللي يتكلم عنه الكتاب المقدس؟ هو كل ده حلو قوي، بس يا ترى يا هل ترى انت بتعمل ده بدافع ايه؟ هل يا ترى بدافع ان انت تبان والناس تشوفك تقول يا بص فلان قد ايه شخص فعلا امين على معرفته لربنا وهو عايز يعرف ربنا، عشان كده موجود كل اسبوع هنا في القداس؟ طبعا ده احسن من غيره، ما بيروحش الكنيسة خالص ولا بيسأل في الكنيسة وقاعد على هواه خالص ومطنش الدنيا. بس خلي بالك الهدف البيربز هنا يختلف. هل انت بتعملها عشان انت تبان ويقول انه فلان ده شخص مسيحي كويس، لما يجي يرتبط من واحدة من ذو عيلة وحد يكون أبائها أو أهلها وهي شخصياً تكون مؤمنة حقيقية بالمسيح؟ هل يا ترى أنت بتعملها بريتنس، هل مجرد افتراضات أو ادعاءات أو زي تمثيل علشان تبين أن أنت شخص تقي؟ ولا يا ترى هذا فعلاً دور عبادة في حياتك واستقامة حقيقية في حياتك، هدفها الأول والأخير هي الاتحاد بشخص يسوع المسيح، بهذا الإله الذي خلقك وأعطاك الحياة والحق أن تعرفه وتكون شريك معه في ملكوت السماوات؟ الله الظاهر في الجسد، كلمة الله المتجسدة شخص، وإلهنا يسوع المسيح الذي أتى إلى العالم لكي يعدنا إلى ملكوت السماوات. هل ده الشخص اللي أنت بتدور عنه وعايز تتحد به وتلتصق به ويكون ليه علاقة معك، وأنت ليك علاقة معاه شركة يومية حقيقية مسيحية كل يوم، أن تعرف قلب الآب، أن تشخص في قلب الآب، أن تتكلم كلام من الكتاب المقدس، أن تتكلم على نفسك بدم وفداء يسوع المسيح الذي جاء إلى العالم وبذل نفسه من أجل خطايا جميع العالم لكي يرثون الحق في ملكوت السماوات؟ قلت قبل كده في حلقات قديمة، أنا واحد سألني ليه جاء المسيح إلى الأرض، لأن كان لا يدخلون ولا يكون مغفرة الخطايا إلا بذم ولحم، لكن رأى الله أن ولا بذم العجول ولا بذم الخرفان ولا الطيور يدخل الإنسان لملكوت السماوات. إذا تجسد يسوع المسيح ابن الله الحي وصار ذبيحة أبدية عن العالم كله على الذين ركضوا والذين سوف يركضون في يوم من الأيام، علشان يكون لهم شركة حقيقية في ملكوت السماوات ويكون يصير لهم حق في البنوة الأبدية. هل يا ترى هدفك من الخدمة علشان انت تبان، عشان تلاقي تشاور تشوف الشخص ده حلو ازاي وبيعرف ربنا وبيأمن بربنا وبيتكلم بكلام ربنا؟ حلو قوي، بس لو الشخص ده هو اللي باين يبقى كده الخدمة سقطت. لو الناس بتشاور تقول شوفوا فلان، مش شوف المسيح، شوف فلان، احنا شفنا من الخدمة دي لما طلعت اللي باين الخادم. الخادم ده ممكن يكون الفراش، ممكن يكون الواعظ، ممكن يكون الخادم، ممكن يكون هو مين الخادم، بس هل ده اللي بان ولا انت شفت المسيح في هذا الشخص؟ شفت تواضع وخضوع وخشوع المسيح؟ هل قلبك اشتاق ان انت تعرف المسيح ولا هذا الشخص؟ لو خدمتك انت ان الناس بتشاور تقول بص على فلان، للاسف يا فلان خدمتك انت بتهدمها بنفسك، فانت خدمه راجعه اليك ليس لمجد الله. دور عن كاس الخدمه عليك انت، ابطل خدمتك. الله قادر ان يصنع من هذه الحجاره اولاد لابراهيم.
حد مرة علق لي على الجروب وكتب انت ربنا عايزك لسه هيستخدمك. حبيبي مانو ما يفرقش مع اي حد في اي شيء. ان سقط مانو وان مات مانو، مانو ما اتولدش اصلا. الله قادر ان يجعل حمار يتكلم فيجعل انسان ياتي الى الله، ومش بس الحجاره. فوجود مانو على الارض هو لا اله شيء في اختيار الناس ان هي تذهب الى ملكوت السماوات، ولكن احتمال يكون حياتي مثل ان هي تبين الناس ان في امل في يسوع المسيح، وان شخص ليس له اي قدره جسديه تماما عرف ان يوصل الى هذا، لذا هذا المنطق وهذه الحياه. مش هدفي ان الناس تشوف بص مانو شخص حلو ازاي، يغور مانو ويروح يعني ينعدم مانو تماما. لو الهدف ان من الخدمه ترجع على الشخص، هذا الشخص يقتل. ولكن هدف من حياتي انا القي الضوء الجميع كل الضوء على يسوع المسيح. ان كان هدفك من الخدمه يا فلان ان انت اللي تبان، فهذه الخدمه يرفضها الله. بكررها وهفضل اكررها وافضل اقولها طول ما انا عايش. للاسف في حياتي قابلت خدام زائفين كتير، وناس كتير زائفين يذهبون الى الكنيسه ويدعون يقول لك يا سلام. وبسمع كتير جدا من ولاد ومن بنات وعلى ولاد وعلى بنات، انا هرتبط بفلان اصل فلان ده شخص حلو بيروح الكنيسه وبيصلي وحافظ جميع القراءات وجميع الاصفان، ولا فلانه هي كمان نفس الشيء. لكن للاسف للاسف لما يقفل الباب على هذان الاثنين، من الاول والاساسي في حياتك؟ هل الله هو من يصنع قرارات هذا الانسان؟ هل المرجع الاول والاساسي في جميع اختيارات هذا الانسان هو ملك الملك الملوك ورب الارباب يسوع المسيح؟ هو الملك الاول اللي البرايورتي الاولى والاخيره، الاولويه الاولى والاخيره في حياتك؟ ام قراراتك نابعه من نفسك انت، ولا هتيجي فايدتها عليك؟ للاسف بشوف وبسمع من خدام انا هستفاد ايه من اللي انا بعمله ده؟ هل هيعود عليا بمركز بمنصب بفلوس بقدر من المال؟ يا حبيبي ما انتش واخد حاجه معاك يوم ما تسافر. يوم ما تسافر الحاجه الوحيده اللي هتاخدها معاك هي اعمالك انت واللي عملته من اجل ملكوت السماوات. ما هي ثمار الروح؟ جبت كام واحد ليسوع المسيح؟ كام واحد عرفه يسوع المسيح؟ مش عشانك انت، لكن من اعمالك انت اللي انت كنت بتقدمها والناس شافت يسوع المسيح فيك. خلي بالك ان انت ممكن تكون الانجيل المعاش الوحيد اللي ممكن يشوفه الناس الغير مسيحيه. ممكن تكون موجود في وسط كليتك او في وسط شغلك، تكون انت الانسان المسيحي الوحيد اللي يبين فعلا شخص يسوع المسيح، ويكونون الانجيل الوحيد اللي هم يشوفوه هو انت. عايز الانجيل ده يشاور على المسيح ولا يشاور على التراب الذي في العالم؟ تكون متمسكا بالهك يسوع المسيح، واعرف ان قيمتك الاولى والاخيره هي فيه وليس في العالم ولا اشياء العالم. فجميع هؤلاء فانيه وذاهبه الى الهلاك، ولكن من يثبت وليثبت الى الاخير هو الذهب الذي يمتحن بالنار فيصير ذهبا وذبيحه محرقه تقدم الى يسوع المسيح. حياتك خليها في انجيلك اللي انت عايشه فيه، وخلي حياتك انجيل معاش ومقرا للجميع. مش الإنسان يبص عليها، لكن الإنسان يبص على المسيح ومجدون أباكم الذي في السماوات. خلي قرارك الأولى والأخيرة تكون نابعها ورأسها هو المسيح، ليست هي قرارات أرضية أو قرارات مصيرية تعود عليك بالنفع. ولكن ماذا سينتفع الإنسان لو خسر العالم كله وربح العالم كله وخسر نفسه؟ فاجعل يسوع المسيح اللمبة المضيئة وشمس البر الحقيقية أمام حياتك، كي تسير حياتك في ضوء يسوع المسيح وتذهب إلى هذا الضوء في نهاية الأيام. ولإلهنا كل كرامة وكل مجد، آمين. عزيزي المستمع، وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة من برنامجكم تأملات مانو في إذاعة أقباط العالم. هتسمعوا معانا الحلقات بتاعت مانو كل أسبوع 4 مرات، يوم الجمعة بعد القداس، يوم الأحد بعد القداس، بعد صلاة الغروب يوم الاثنين، وبعد صلاة النوم يوم الأربعاء. وطبعا هنكتب لكم على الفيسبوك وعلى موقع الإذاعة copt4g.com كل البروجرامز موعدها إمتى ومعاد برنامج مانو كمان. برضو الحلقة دي كلها هنحطها لكم إن شاء الله على اليوتيوب ونحطها لكم على الفيسبوك. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة مع برنامجكم تأملات مانو.
هنا إذاعة أقباط العالم.